ثورة 26 سبتمبر في الذكرى 61 والذكرى 60 ثورة أكتوبر، نهنئ كل سبتمبري حر شريف أبى إلا أن يقف ضد الإمامة وضد التعرف وضد التعصب وضد الجاهلية. فلنقل ولنعيد ولنستعيد ثورتنا، ثورة 26 سبتمبر، وإنها هنا واقفون وإنها هنا سنناضل حتى نستعيد الثورة وأمجادها ونحقق أهداف السنة. فخورون جدا ب 26 سبتمبر لأنها أطاحت بالإمامة وكان لها دور كبير في إنشاء وتعمير الوطن وإعادته كجمهورية من ملكية إلى جمهورية. ونحن اليوم كشباب قمنا بعرض لذكرى 26 من سبتمبر. ترى 26 سبتمبر هي اللي قضت على الإمامة، وها هنا نحن نحيي الذكرى 26 سبتمبر، وإن شاء الله لن يعود الإمامة من جديد. ثورة 26 سبتمبر هي الثورة التي أطاحت بالظلم الإمامة، ونحن الآن نحيي الذكرى ثورة 26 سبتمبر الذي قضت على الإمامة والكهنوت. أولا نشكر محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة على هذه الفعالية، ونحن طلاب وقيادة وأفراد ومعلمين ومدراء مدرسة النجاح أتينا إلى هنا لكي نحتفل بثورة 26 سبتمبر التي أطاحت بالظلم، ولكن نحن جينا لنهدم الظلم. الثورة 26 سبتمبر ونفتخر بها ونفتخر بعرضها، ونحن من مدرسة الإمام الشوكاني، وإن شاء الله سيقدمها الجيل القادم وسنقدمها حتى ونقول بالروح بالدم نفديك يا يمن، ولن نكتفي من قولها وسنقولها بألف مرة، وإن شاء الله في العام القادم سنحتفل بها في غير هذا المكان وستكون في العاصمة صنعاء. وشكرا. ثورة 26 سبتمبر هي التي أخرجت اليمنيين من الظلمات إلى النور، ونحن الآن نحييها بالعرض الكشافي الكشفي لهذا الثورة العظيمة. ثورة سبتمبر هي اليوم نحتفل بالثورة الذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر، نحتفل اليوم بها وإن شاء الله نكون يعني قد الجمهورية.